السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، أين أنتم يا أحلى أمارات في المجرة؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعيدة. كل وصفات الشعر اللي فاتت حمادة، والوصفة النهاردة حمادة تاني خالص. النهاردة هنعمل وصفة كده قنبلة، كان باشمهندس سيف عاوز يعملها على قناة وصفة تركيبة، فطبعا قلنا لالا وألف لالا لازم تيجي تقول لنا الوصفة القمر دي هنا. كل مرة اجي اعمل حاجة تيجي تقول لي لا. هتصل بيه الصبح، هتصور ايه؟ هصور كذا كذا، لو حلو اخده. يعني انا الصراحة مش عارف يا جماعة انا ما هي هروح الحاجات فين بعد القمر دي كده. لازم تطلع. بص احنا طبعا لازم الحاجات قناتنا القمر دي. معروفة ان بتطلع كل ما هو حصري وكل ما هو القمر، فانت بعت لنا احنا القمر وخلي مش الشمس هي عندك على وصفة مش وتركيبة. خسارة فيهم ومش خسارة في قناتك، هم ناس زي ربنا، العسل. انا عامله اصلا شبهها، بس انت ضفت لي مكون قمر قوي، المكون ده رهيب للشعر، فما كناش مستخدمينه كتير في الفتره الاخيره، أي خدمة، فشكرا على الاضافه يا فندم. أي خدمة. هنصلي على النبي محمد صلى ونتكلم الله بقى عليه وسلم. عن الفيديو بتاع النهارده. قلت لك قبل كده يا نور عيني انك انت لازم على مدار الاسبوع بتاعك يكون كده في وصفه زي حمام كريم كده او ماسك تحطيه على شعرك. ده الكلام ده امتى؟ لو انت عايزه شعرك تبقى فعلا شعرايه صحيه، شعر طويل، شعر ما يتساقطش، شعر ما يقصفش، شعر ما يهش، الكلام ده كله. لكن لو انت عاوزه بقى تنجزي وكريم وخلاص والشعرايه تبقى اصلا مقصفه والشعرايه ضعيفه والشعرايه تقع، فتستخدمي وصفه واحده او كريم واحد وتعتمدي عليه وخلاص. لكن لا، ده انا عاوزه اعالج بسيله الشعر، خلي شعري كده تقيل، اخلي شعري صحي، يبقى حضرتك زي ما قلت لك على مدار اليوم تكوني عامله رشه، اهو في رشه حتى قدامي اهو بالصدفه، تمام؟ رش تحفه، الرش ده هتلاقي طريقته موجوده على وصفه وتركيبه، رش تحفه جدا بترشيه على شعرك مدار اليوم برش ده. خلال الاسبوع بعمل ماسك زي اللي احنا عاملينه دوت، خلال اليوم بحط كريم او كريم او سيرم على شعري، خلال اليوم بحط كريم او سيرم على شعري، يبقى انا كده عالجت شعري من جميع بالظبط كده. المشاكل بتاعته. اول حاجه بقى معانا في الوصفه النهارده، الا وهي نور عيني، هتجيبي حله عندك اي حاجه تعملي فيها الوصفه، تمام كده؟ تمام كده، هنحط دي هنا كده مثلا، تمام، وهنحط عليها كوبايه من الميه. بسم الله، مج من الميه، تمام. لو انت عاوزه مثلا بدل الميه دي تحطي حاجه كده زي اللي الباشمهندس عاملها على القناه عنده، تونر كده قمر هنا هيبقى مكان روعة جدا. الميه، يبقى حاجه يعني غزت الدنيا والاخره. لو مش عايزه تحطي ميه تحطي مثلا شويه حاجه فيها قرنفل، غار، على حسب بقى ايه اللي كنا احنا اتكلمنا عن اعشاب كتير، تمام. يبقى نحط هنا شويه من الميه، او بتحطي اعشاب او تونر او الحاجات دي. عاوزه يا قلبي معلقتين كبار من النشا او كورن فلاور. قلنا ان النشا حلوه لايه؟ الشعر طبعا فرد رهيب للشعر، بالظبط، وكمان ايه يا باشمهندس؟ وعشان لو شعرها مثلا في حكة، في اي برافو، مثلا نتيجة العرق، اي صحيح فطريات برضو هيبدأ يزيلها تماما. صحيح. الناس اللي كل شويه في التعليقات تقول شعرنا يا رشا فيه حكه، شعرنا فيه هرش كتير، قلت لكم النشا ده حلو جدا نتيجه الحر، وزي ما قلنا لكم كده النشا هنحطهم كلهم، هم اصلا ويعتبر موطد معلقتين، في نفس الوقت يعني. هم دول كده بمقدار معلقتين كبار، تمام. فالنشا هتدي لشعرك نعومه، بلس انك انت لو عندك زي ما قلت لك كده هرش في شعرك او الكلام ده، فطريات برضه هيبدأ يشيلها، وكمان اكزيما، هيديكي ترطيب، لان طول النهار عمالين نسير التعليقات دي، وخصوصا لما فصل الصيف دخل، وهيفرد الشعر كمان يعني. تمام كده، تمام كده. ممكن نحط ايه تاني يغذي معانا من ايوه، الشعرايه او كاسماد للشعر؟ دي برضو اضافه تانية كان باشمهندس سيف قال لنا عليها، وهي ان احنا نحط معلقه من اللبن البودر. عايزه تحطي لبن بودر في بدايه الوصفه ماشي، عايزه تستني للاخر وتحطي معلقه من الزبادي ماشي، اللي يعجبك. اللبن او الزبادي طبعا من الحاجات التحفه جدا جدا اللي بتديكي غذاء الشعر لبصيلات الشعر اللي حضرتك مدمراها بميه اكسجين، دمرتيها بصبغات، دمرتيها بفرد بروتين، فعايزين كل ما هو مفيد للشعر نحطه. بالظبط، وزي ما اتفقنا يا جماعه ان كل حاجه خير للشعر، يعني بالظبط، كل بوست اي حاجه تقع في ايديكي كده اهوت حطيها، حطيها هتبقى خير لشعرك، واحنا دينا اهو وصدقيني بنقول خير. لك البديل، يعني احنا كمان بنقول لك البديل عشان ما تقوليش مش عندي. حتى لو انت ما عندكيش لبن بودر ممكن تحطي لبن حليب عادي، لبن بالظبط سايب، حطي هنا شويه لبن سايب مكان الميه اللي احنا حطيناه. بالظبط. هنطلع بقى على البوتاجاز هنشغل عليه، وهقول لك بعد كده هنحط شويه مكونات عظمه، رهيبة. والمكون الخطير اللي الباشمهندس قال لنا عليه، وهنبني قواعد المجد حرفيا. يلا لايكات وتعليقات، بالله عليكي تعليق يا شيخ، تستري وتسعدي وتتجبري. تعليقات لحد ما نرجع.
بص كده يا قلبي، جيت لك هنا بقى على البوتاجاز وحطينا النشا مع معلقه اللبن مع كوبايه الميه. قلنا لو ما عندكيش لبن بودر بتحطي لبن سايب هنا معانا في الوصفه ويتقلبي بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ده. بتوطي على نار هاديه وطبعا ايدك تكون فيه، عشان لو سبتيه دقيقه واحده هتبص تلاقيه زي كتل، ولو كتل بقى هتضطر انك انت تحطيه في الخلاط وكده، فاحنا مش محتاجين خطوه الخلاط دي، مجرد منع بس ايدي فيه كده هتلاقيه معانا دلوقتي عامل زي حمام الكريم. تمام كده يا اماراتي، لايكات وتعليقات كتير بالله عليكم. اول تعليق هسيب لكم فيه ملف الشعر، ملف التخسيس، ملف التسمين، ملف النظر، ملف يعلمك ازاي تعملي الفازلين بجميع انواعه، عندك ملف لتحضير البيت، تحضير الملابس، الكلام ده كله، ملف للشامبوهات، حاجات كتير قوي هسيبها لك في اول تعليق. ملف لتنظيف البيت، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه موجود عندك على القناه في اول تعليق. تمام كده يا قلبي، بنقلب وهو بيتقل اهو، ديري بالك بقى عشان احنا خلاص قربنا. انت بتطفي ولا ايه؟ حاسه ان في قلق في المكان. اهو كده يا قلبي تمام، هنعمل معاكي احلى حمام كريم اتعمل على المجره. قلبي بس بسرعه، الحراره والموبايل. طب هات انا اقلب لي كده كده. خلاص وصفة وتركيبة يا امارات، الناس اللي لسه ما اشتركوش هناك ينورونا ويشتركوا عشان يشوفوا اقوى الوصفات الجبارة. وصفات جبارة، كل لينك جبارة. وصفة وتركيبة هنسيبه لكم تحت في التعليق في صندوق الوصف. بص بقى كده معانا اهو بقى ايه، مزيكا. اقفل يا هندسة، يلا بينا. هنفضيه في طبق، بص الجمال، يا خراشي على العسل، يا خراشي على حمام الكريم القمر ده. هنحط بقى شوية مكونات عظمة، هنفضيه ونجيلكم. ورجعنا لكم تاني احلى امارات، وطبعا ما شاء الله القوام بتاعه حاجه كده مزيكا قمر الامارات. احلى بقى من تجيبي حمام كريم ولا بلسم ولا الكلام ده، لا تعمليه كده من تحت ايدك تطلع حاجه قمر. معانا اول مكون، وده احنا سرقناه من قناه وصفه وتركيبه. ايوه سرقته مني. اه والله. ماشي ماشي ماشي، ده انا سرقته منك وعملت بيه وصفتين. وانت بس يعني، ده بص يا رشا الناس كلها بتسرق مني يا رشا. انا غلبان. اه انت غلبان محتاج لامان. كان يا قمر البلسم، قلت لك ان احنا هنا، وحتى قلت لك ان انا بجيب البلسم ده سايب من عند اي محل منظفات بالزبط. ما تشتريش اجازه غاليه، لو انت جبت ربع كيلو او ثمن كيلو هيقعد معاكي قد كده. طب انا يا رشا ما عنديش بلسم، اي نوع بلسم عندك بتاع شركات حتى ما فيش، هاتي اي نوع حمام كريم. حمام الكريم دلوقتي اصلا يا غاليه بقى يتباع في كيس، هاتي كيس افتحيه وحطيه هنا. ما عنديش يا رشا حمام كريم، هنعمل ايه؟ حضرتك تحطي معلقه من الزبادي، لسه قايله لك من شويه، لا بنحط لبن لا بنحط زبادي. ما عندنا الزبادي نحط ايه؟ قول لهم بقى كده انت. نحط ايه؟ يلا بقى انا زنقتك. اه نحط ايه؟ انت عامل لي بلسم. ما قلنا بلسم، لا لو ما لقيناش بقى بلسم، ولو ما لقيناش حمام كريم. نحط ايه؟ ولو ما لقيناش ايه تاني؟ ما لقيناش ايه تاني يا ايه؟ ايه انت قلت كل حاجه يا رشا. انا بديهم 100 بديل. انت قلت كل حاجه. 100 بديل عشان ما حدش يقول لك كل حاجه. قلت بلسم وقلت شامبو وقلت زبادي. لا قلت قلت بلسم لحمام كريم لزبادي او بقى معلقه من الزبده. الزبده شفت بقى؟ شفت بقى الجمال. معلمه معلقه من طبعا قلت لك انا اللي حمو بيك، قال لي انت معلمه مش مصدقني. ما جاتش في دماغي معلقه من الزبده. فطبعا كلكم عندكم زبده، معلقه زبده صفرة كده سيحيها وحطيها هنا يا نور عيني. لو انت ما عندكيش ايه كل اللي احنا قلنا عليه ده، قلنا ده معلقه زبده. او ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. او معلقه من زبده الشيا، لو انت عندك زبده الشيا برضو فضيها. والله يا استاذه يا رشا، ربنا يديمك نعمه في حياتنا يا رشا. انا بحب اقول لهم بدال عشان ما بحبش حد ينزل يشتري حاجه. على فكرة أنا برضو كنت ساعات بقول لهم بدايل كده. وبتسرق منك. والله العظيم بالله. الله. تاني يوم كده هوت ألاقي معلش. فبطلت إيه؟ بطلت لما بلاقي بطلت بقى أقول أي حاجة وبخش أعمل الوصفة. سلام عليكم. وأنا ساكت. مش هقول بدايل. تمام؟ يجي بعد كده المكون بقى اللي هو برضو عاوزين نعلى شوية من الترطيب. عايزه تحطيه، لو انت بقى حطيتي سي زبده او حطيتي البلسم خلاص كفايه. لا عايزه احطه رشا، لاني فعلا شعري ناشف حرفيا، واحنا في صيف زي ما قلت لك قبل كده، يبقى معلقه من اي نوع زيت موجود عندي. بالزبط. ويا سلام بقى لو تحطي معلقه من زيت الموز اللي احنا عملناه انا والباشمهندس من يومين، هيبقى حاجه كده عظمه العظمه. يا سلام. اللي ما شافش زيت الموز اللي عملناه من فاتوا يومين فاتوا نص قدام، فاتوا نص عمره، ده فاتوا عمره كله. زيت الموز عملناه بطريقتين تحفه جدا من يومين، اللي ما شافوش يشوف، كان احدث حاجه بقى في زيت الموز. عندك زيت جنين القمح قمر قوي للشعر، حطيلي شويه.
عندك زيت سمسم قمر اول الشعر حطي شويه زيت فاتيكا اي نوع زيت. كنت لسه قريب برضو عامله لك فيديو وقلت لك زيت ب 15 جنيه ازازه قد كده اهو 200 مللي برضو حلو جدا، ممكن تحطي منه هنا شويه. ولو عايزه اسماء الزيوت الرخيصه دي هتلاقيها موجوده في ملف الايه. طب وليه؟ طب ما احنا عاملين الصيدليه هم عاملين زيوت معانا ما يحطوا منها. انا بقول لك اللي مش لاقي اللي ما عندوش مفيش مشكله بالزبط. لكن انت عندك زيوت عاملاها مع قناه عندنا تطلعي منها بالزبط. حتى لو مثلا على سبيل المثال من كل زيت كده اهو تاخدي منه حبه صغيره كده هو ربع معلقه ربع معلقه من جميع الزيوت هتحطيها هيبقى خير في الشعر كتير جدا. انا بحب العب كده قوي. طيب هنيجي بقى لمكون القنبله اللي الباشمهندس بناء عليه عملنا الوصفه القمر دي، يعني دي طبقا شبه وصفاتي اللي انا بعملها اه صحيح البلسم سارقينه منه برضو، بس لفت انتباهنا لحاجه تحفه جدا. كنا احنا امبارح عاملين وصفه كنا احنا امبارح عاملين وصفه تمام، وكان في ضمن مكوناتها للبشره كان الريف تمام. ايوه وجبت لكم سكرينات عن فوائده للبشره وانتوا ذات نفسكم اتصدمتوا قلتوا ما كناش نعرف ان هو للبشره كده رهيب. اللي انت ما تعرفوش انه اصلا للشعر قنبله حرفيا صح. انبات الشعر في علاج التساقط ترميم الشعر بالبلدي سمات كده رهيب ليه الشعر بالضبط. الريفو اللي ما جربتوش للشعر فاتك نص عمرك. الريفو او بنسميه الاسبرين او زي ما باشمهندس قال لكم امبارح بيبقى البنادول لو انت في دوله عربيه بتجيبي منه 2 3 طحنتي لنا يا باشمهندس اه ما طحنتي هناك اهو بتجيب لنا منه 2 3 تمام زي كده مثلا اهو وبتدق عليهم هيطلع معاكي بودر كده تمام. هتحطيهم هنا في الوصفه صدقيني الناس اللي كل شويه في التعليقات ده بقى علاج جبار جدا لشعرك. شابو ليك على الحته دي انك انت لفتت انتباهنا ليها لفتت انتباهنا ليها للبشره ولفتت انتباهنا ليها للشعر بجد يعني والله ما عارفه اقول لك ايه. شابو تحيه ليك يا رشا وتحيه لاخواتك واهلا وسهلا بيكم. بحب كل الناس اللي بت ايه جميعا يعني بتطلعنا اي خدمات بحب الافكار اللي بتطلعنا بره الصندوق اي خدمات دي كده بشويه اللهم صل على سيدنا محمد بشويه الاسبرين اللي انت حطاهم دول والله العظيم حرفيا عارفه زي اللي مثلا فتحتي كده بولت او امبوله من مثلا الكولاجين او الحاجات الغاليه اللي في الصيدليه دي وحطيتيها كده انت عملتي ترميم كامل للشعر. النشا للشعر رهيبه اللبن او الزبادي هيبقى تحفه البلسم قمرين شويه الزيت هياخدوا شعرك في ناحيه تانية خالص. الاسبرين اللي احنا حطيناه ترميم للشعر بالزبط. دي كده بقى يا نور عيني لما تيجي ترفعيها على شعرك بقولك بالظبط كانك مثلا رحت اي بيوتي سنتر وعملت لشعرك جلسه ترميم للشعر عليك. انت اللي برافو عليك بجد شابو. انت برضه برافو عليك وانا هتابعك كل يوم في التليفون بقى ماشي بين التليفونات مفيش مشكله انا بص هقول اول ما احس انها تطلع سلم المجد اجرك مفيش مشكله انا معاكي هنا واي حاجه في دماغي جديده هقولها عندك مش هتبخل علينا بيها ربنا يخليك يا رب. فطيب الوصفه دي بقى هيستخدموها ازاي؟ بصي هم هيحطوها على شعرهم بس اهم حاجه وهم بيجي يحطوهم على شعرهم اتمنى كده هوت اللي هو بايه اي مشط خشب بقى من عيالهم بالظبط اي مشط خشب سرحي شعرك بمشط خشب بالظبط كده عشان خاطر المشط البلاستيك بيعمل زي شحنات كهربائيه بيقصف الشعر. فاللي انت لو انت لحد النهارده بتقول انا شعري بيقع حضرتك ما تسرحيش بمشط بلاستيك ده كده 90% من وقعان شعرك بسبب المشط ده يرميه. وعشان كمان يبدا كل المكونات دي كلها تبقى موجوده في الشعر كله حوالين الشعر بالظبط وموجوده على فروه. ليه بقى؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ لان كل اللي احنا بنعمله دوت فيه حاجات كده كويسه جدا بتبدا تغلف الشعره عشان تبدا الشعره تديها الايه الغذاء الكامل بالظبط. يعني هو قصدي اقول لك ما يبقاش شعرك كده مكلفت وماسك في بعضه ومنحكش وتروحي حاطه ده عليه. لا خليكي رايقه خليكي رايقه زي عمرو دياب خليكي رايقه كده اهو شوفي ازاي جميله اهم حاجه اهم حاجه الدلع الايه اللي اتمنع ايوه كده اهم حاجه يعني الوصفه دي الدلع اللي اتمنع تسرحي شعرك. وبرضه عايزه اضيف حاجه ما يكونش كله بقايا فازلين وبقايا كريمات وبقاله 100 سنه ما اتغسلش مغسول ومتنضف ومتسرح وبتروحي حاطه عليه الوصفه القمر دي على الجذور عشان تغذيها. احنا حاطين سماده وما تضيعوش في الارض وعلى الشعرايه زي ما الباشمهندس قال لك غلف الشعرايه بيها تمام وتروحي لفاه كده اهوت وحاطه كيس او بونيه كيس او بونيه كده اهوت وتقعد مثلا معاكي نص ساعه نص ساعه ساعه ساعه. بص هقول لك على حاجه النعمه ما بتتغسلش حضرتك ما انا بص يا رشا انا بص شوفي انا عندي مبدا كل مش اي حد يقول لك عندي كلام تصدق لا 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 والله بص كل لما كانت الوصفه
الجسم او اي البشره او الشعر اتشبع منها طبعا، عشان كده بقول لهم النعمه بتديها فايده فوق بالزبط. مما تتخيل يعني، كل ما قعدت فتره طويله جدا على شعرك او على بشرتك لو احنا هنستخدم مصفط للبشره هتلاقيها استفدت منها الاستفاده بالظبط. انت لو نصحه عشان حرام فعلا المكونات دي ترميها، اعملها من بالليل ونامي والصبح اشطفي شعرك بالظبط كده. متضايقه قوي ما تكونش اقل من ساعتين يعني، حاولي تسيبيها. كل ما سبتيها على شعرك انا عماله اغذي بصيلات الشعر، تحفه ليكي والبنوتاتك ولاي حد. انا ارفض تماما اللي يقول لك ايه نص ساعه ربع ساعه خمس دقائق، هتلحق، هي اسم السحر هي صحيح ولا نص ساعه برضو هي مش سحر اصلا. وبعد كده يا نور عيني بقى بتدخلي تشطفي شعرك شطفه سريعه، مش لازم ايه شامبو، تمام؟ تشطفي شعرك كده شطفه سريعه وتخرجي بقى وتستخدمي. مش هتلاقيكي اصلا مش هتكوني محتاجه تستخدمي اي زيوت او اي كريمات، بس حطي لو انت عايزه تحطي. وفرد رهيب والله العظيم من اول مره حرفيا، وزي ما قلت لك المكونات قدامك والميه تكدب الايه الغطاس. برافو عليك، يلا نغطس بقى، يلا نغطس في الميه. وصفه تحفه بجد والله، فرحانه بيها قوي، اروح احطها على شعري بقى. يلا شكرا 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 على الجمال. ما تنسوش بقى تبصوا على اول تعليق هسيب لكم فيه 26 ملف يا امارات، والناس اللي لسه ما حطوش تعليقات يا ريت تنورونا وتحطوا. واختموا الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.